كيف حذف الإعلام المصري أو الكيانات الإرهابية؟ يعني كان نتحط في الكيانات الإرهابية القنوات دي، لكن شاء ربنا الحمد لله أن احنا ما نتحطش فيها، وده اللي منشور قدام حضراتكم. كيف حذف الإعلام المصري من الكيانات الإرهابية؟ نشوف كده الخبر ده بيتكلم عن القصة دي. قالت المصادر العربي الجديد أن عبد العال تلقى تعليمات من رئيس جهاز المخابرات عباس كامل عن طريق الأمين العام للبرلمان محمود فوزي تفيد بضرورة حذف التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على القانون، وهو ما دفع رئيس البرلمان لاقتراح حذفها خلال جلسة التصويت على القانون. وأضافت المصادر أن فوزي اقترح على عبد العال استبدال كلمة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية بالشركات والمؤسسات في تعريف الكيان الإرهابي، بهدف تخفيف حدة النص الوارد في القانون وعدم تصادمه مع مواد حرية الإعلام في الدستور، موضحا أن تأسيس القنوات يكون في الأصل من خلال شركات، وهو ما يضع تلك الشركات تحت طائرة القانون من دون إثارة الرأي العام حول مسألة إدراج القنوات الفضائية بشكل صريح على قوائم الكيانات. الأخ عباس كامل لحد الوقت شغال بنفس التليفونات. افتكر معايا عباس كامل ده اللي كان بيكلم حد في التليفون نائب العام تقريبا، وبيكلمه على نائب العام على القاعة الزجاجية للرئيس الشهيد محمد مرسي. نسمع كده حضرتك فنم. ربنا يبارك فيك فنم. تسلم فنم. والنبي فنم كان مبلغني من 5 دقايق كده، كلم سيادتك ضروري علشان عايز يقفل بالإزاز جوه القفص ما بين الراجل وما بين الناس التانية، لأن واضح إن الراجل ادى تعليمات للناس التانية بالإزاز. لا، ما بين الراجل وما بين الناس اللي هي التانيين المسؤولين معاه. ندى تعليمات بالتليفون برضو. المشروعات القومية بتتم. افتكر معايا مصر راحت في داهية بتليفون بين السيسي ومميش. اهو مميش عرضت فكرة القناة الجديدة على السيسي بالتليفون وقال لي يلا نفس بالتليفون. عباس كامل هو المتحكم حتى الآن في الإعلام. انسى القصص الصغيرة دي، عباس كامل هو اللي بيدير الإعلام. افتكر معايا التسريب اللي زعيته قناة مكملين عن تحكم عباس كامل في الإعلام عشان بس ما ننساش. شوية وبنتكلم كده في وجهة نظر ان احنا عايزين بقية الإعلاميين بتوعنا بقى كلهم في التلفزيونات ينظروا على ايه؟ حب كل حاجة تمام، علشان ما كان زمان واحد جوه القوات المسلحة وفي منتهى القوة ولا بني آدم يقدر يقرب له. يعني عايز الامور تتناول كده. احمد موسى بقى على وائل ابراشي على ابراهيم عيسى على 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 الناس دي، الناس اللي ممكن تبيع ست النايمة جنبها عشان ملايين زي ما قال الرويني. وحتى الآن نفس القصة. افتكر معايا المذيعة الغلبانة دي اللي راحت في داهية عشان قارت من سامسونج. بناء على ذلك وتم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري. وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج. طيب ايه بقى اللي عايزينه من القانون ده؟ سواء بقى لغوا كلمة قنوات فضائية او خلوها الشركات، بس اللي عايزينه ده يعني اللي عايزينه الكيانات الارهابية بمصر استهداف المصالح العصية على المصادرة. هم عايزين ده. عايزين كمان عايزين يحبسوا اي حد يتكلم، زي ما عملوا تجديد حبس لمجموعة كانت كتبت اهو 15 يوم ده النهاردة حبس، تجديد حبس متهمين بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يوم. عايزين ايه؟ عايزين يحبسوا باتريك ميشيل ده اللي كتب بس على الفيس، ادي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الانسان بيتكلم على عمل بيان على باتريك. على فكرة الاسبان طلعوا مظاهرات عليه، والراجل ده بيتكلم بقى على ازاي انه تم صعقه بالكهرباء وتعذيبه واخفاءه 24 يوم والحاجات دي. وتضمن معاه فنان ايطالي رسام ورسم له جرافيتي على حائط في احد المباني على مقربة من السفارة المصرية في روما.
الحقيقة باتريك معمول عليه حملة جامدة جدا. مصر ادي رايت سويتش بتقول مصر بعهد السيسي تحولت لخطر داهم على الحقوقيين. عايزين ايه من القوانين دي؟ عايزين اي حد يخرج حتى لو خرج نلبسه تهمة تانية زي شادي ابو زيد كده بتهمة الاتفاق على قلب نظام الحكم، تم تجديد او تلفيق قضية ليه تانية بعد ما كان طلع براءة. اول ما خد براءة في القضية الاولانية عملوا الكعب الدائر قضية تانية على طول. وادي غرفة المشهورة في محكمة الجنايات بتجدد حبس مهينور المصري الحقوقية المصرية 45 يوم. قررت غرفة مشهورة محكمة الجنايات تجديد حبس مهينور المصري المحامية الحقوقية 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامها بمشاركة جماعة ونشر أخبار كاذبة. الحرية لمهينور المصري. بص بقى كل ده بيحصل في مصر، احنا واصلين لمرحلة من الفجر إلى درجة فظيعة جدا. الخبر اللي جاي ده امسك أعصابك فيه شوية. اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بإرسال لجنة التحقيق الدولية لسجون إسرائيل. اللجنة العربية لحقوق الإنسان عايزة ترسل لجنة دولية عشان تطمن سجون إسرائيل دي مطابقة للمواصفات ولا لأ. شوف ما هو مش عارف مين تلهيك وحاجة كده يعني.